وثقت الفنانة المغربية المقيمة في دبي مريم محسن عبر حسابها في سناب شات كواليس من مسلسل ليالي الشمال المقرر عرضه في رمضان القادم 2020 دون أن توضح إن كانت قد انضمت لأسرة المسلسل أم لا. ويبدو أن مريم محسن قررت المضى قدما في حياتها من خلال توثيقها تواجدها في كواليس مسلسل ليالي الشمال وذلك عقب سجنها مدة 11 يوما على خلفية قضيتها الشهيرة مع المحامي الإماراتي صالح الجسمي. وأفرجت الجهات الأمنية عن الفنانة المغربية بعد 11 يوما فقط من القبض عليها في دبي لتنفيذ الحكم الصادر بحقها بالحبس لمدة شهر ثم الإبعاد عن دولة الإمارات. وكانت محكمة استئناف دبي قد أصدرت حكما نهائيا في قضية مريم حسين وصالح الجسمي المتهمة بهتك العرض بالرضا بعد عام من تداولها في المحاكم بحبس أشهر ثم الإبعاد عن دولة الإمارات قبل قرار الإفراج عنها. وبراءة الإعلام الإماراتي صالح الجسمي في قضية السب المتبادل والتشهير في القضية. قولي بالله لك مشهد 85 صوت طالب مشهد 85 صوت طالب لورا شوي لورا على السلام عليكم يلا نبدا شباب على اخر النداء طيب